كرة في وسط الملعب الآن خلف الذي بعته الجولة، ولكن تصل إلى دائرة الكرم للثانية واحدة. طه زبيدات لا يستطيع أن يسيطر على الكرة، تصل مرة أخرى إلى جبهة أولجا، هجمة الآن خطرة لجبهة أولجا، كان أوفرين أسبا في وسط الجزاء يحاول أمامه رضا وتعود إلى أسبا مرة أخرى. مهاجم خطير من الجهة اليمنى لصالح فريق جبهة أولجا، مبعوثة إلى الجهة المغايرة الجهة اليسرى الآن. إذن أنجر مع الكرة أمامه دوران إشكنازي، الكرة ما زالت في الميدان، أنجر ما زال مع الكرة يعيدها إلى الخلف مرة أخرى، جيباتول يبني هجمة أخرى، إذا أنجر نحو دورفوتسكي ولكن لا يسيطر عليها، والكرة تخرج إلى التماس لدفاع فريق مكابي دارة الكرمل. 13 دقيقة على نهاية المباراة، جيباك أولغا 0 مكابي دارة الكرمل 0. الأسبوع التاسع في الدرجة الثانية من منطقة الشمالية باء، طاز بدات مع الكرة، ماذا نستطيع أن نقول عن أداء فريق مكابي دارة الكرمل؟ ماذا نستطيع أن نقول؟ مع عدة نجوم لا يستطيع أن يقدم كرة قدم إيجابية، مباراة ضعيفة، ولكن كان من قال إن النجوم متواجدة في السماء وليس على أرض كرة القدم، وهذا ما يحدث ليس فقط مع مكابي دارة الكرمل، نرى أيضا فريق كمكابي تل أبيب مع عشرات الملايين من الدولارات الذي لا يقدم كرة قدم أبدا، وأيضا في كرة القدم العالمية نشاهد عدة فرق مع مئات الملايين من الدولارات وعشرات اللاعبين والنجوم تنهي الدوري بصورة غير جيدة، ولكن نأمل أن يكون مصير مكابي دارة الكرمل أفضل. نتحدث ولا يوجد أي شيء ولا تخطير على المرميين، لن تخسروا أي شيء أعزائي. لربما الآن الكرة مع طاز بدات معه حنان أسد، طاز بدات ما زال مع الكرة، يفضل أن يعبر لاعبا واثنين وثلاثة، ما زالت الكرة معه، كرة جيدة، حنان أسد يسدد ولكن حنان توب ممتازا طاز بدات، يعبر ثلاثة وأربعة لاعبين ويرفع الكرة إلى حنان أسد مرة أخرى، حنان إلا من كدت أن تصل إلى طاز بدات الآن، كرة تماس لصالح فريق مكابي دارة الكرمل، لربما في الدقائق العشر الأخيرة، لربما مكابي يستطيع أن يفعلها. كرة مع حنان نصر الدين، حنان يعطي الكرة إلى طاز بدات، لا يصل إليها مدافع فريق جبهة أولجا، تعود إلى دورون إشكنازي، دورون إشكنازي يرفعها مرة أخرى إلى من؟ هل يصل إليها أحمد حلبي؟ أحمد حلبي نعم، أحمد حلبي مع الكرة، أحمد حلبي يتوانى ويتوانى ويتوانى والكرة في الكورنر. طيب أحمد طيب، كان علي أن يسدد وأن يمرر وأن يرفع الكرة. ضربة ركنية لمكابي دارة الكرمل، شعور بأن فريق مكابي الآن لربما يستطيع أن يسجل الهدف الفوز في هذه المباراة. عنان نصر الدين يترك الكرة إلى عنان إلى علاء وهب، يركض أكثر من 30 مترا ليصل إلى زاوية الكورنر، ضربة ركنية لعلاء وهب، ستة لاعبين لمكابي في صندوق الجزاء، علاء وهب نحو صندوق الجزاء ولكن انجر يبعد هذه الكرة، تعود إلى إلى مراد نصر الدين، مراد نصر الدين ولكن يخسرها معاد لدفاع فريق جبهة أولجا. ننظر مرة أخرى إلى الساعة، الآن الساعة 9 دقائق على نهاية المباراة، وضربة حرة أخرى لجبهة أولجا، وكارت أصفر ثاني لعنان نصر الدين وكارت أحمر. عنان نصر الدين ينهي المباراة أعزائي، أين المسؤولية يا عنان؟ أين المسؤولية يا عنان؟ كرة في وسط الملعب وأنت تملك كرت أصفر، لماذا هذا التصرف؟ لكن ماذا يقول حكم المباراة؟ حكم المباراة على ما يبدو لا يريد إحراز أهداف، 0-0 هنا بين مكابي دارة الكرمل وجبهة أولجا، وحسب ساعتي انتهت المباراة، والآن على ما يبدو حكم المباراة سيصفر معلنا نهاية هذه المباراة هنا في الخضيران. نعم 0-0. إذا أعزائي مكابي دارة الكرمل 0، جبهة أولجا 0، مكابي دارة الكرمل تخسر نقطتين في مباراة ضعيفة أخرى هنا في الخضيرة، وما الذي نستطيع أن نقوله؟ مباراة قمة لم ترتقي للقمة، لم ترتقي للمستوى المطلوب،
انتظرنا من فريق مكابي مباراة أفضل بكثير، ولكن هذا هو الموجود. مكابي دات الكرمل 0، جبعات أولجا 0. بعد لحظات سنكون مع بعض اللقاءات هنا مع المدرب، مع قسم من اللاعبين، لربما مع الإدارة. كان معكم من حلب، بأجمل تحيات لجميع الزملاء. سنعود ونلقاكم.